رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومعنا دلوقتي مع الاخبار المحليه والاخبار العالميه وكمان اخبار محترفينا في الفقره اللي جايه. البوابه نيوز مجدي عبد الغني لم نحسم ملف مدير المنتخب. الاهرام معركه تكسير عظام بين الجبلية وصلاح، لاعب يخرج عن صمته، خطاب اتحاد الكره المزور صحيح ولم يحترم حياتي الشخصيه، لست متكبر او مغرور ولا اريد معامله خاصه لكن هناك امور خاطئه. الاهرام المسائي اتحاد الكره وصلاح، فتنه رامي الوكيل يشعل ازمه جديده بين الجبلية ونجم ليفربول. الوفد اتحاد الكره يحذر من التعامل مع الصفحات والحسابات المزوره. ذا سن الانجليزيه مو صلاح يجدد النزاع مع اتحاد الكره المصري، نجم ليفربول يفجر، ليس من الطبيعي ان يتم تجاهل رسائلي. ذا جارديان الانجليزيه محمد صلاح لاعب ليفربول يعيد فتح قواعد وحقوق التصوير مع الاتحاد المصري، والمهاجم والاتحاد كانوا في نزاع قبل كاس العالم. فيتو أجاري يرفض مقترح الجبلية باستبعاد محمد صلاح من مواجهة النيجر. البوابة نيوز وزير الرياضة ينهي أزمة صلاح والجبلية اليوم. اليوم السابع اجتماع بين أجاري وغريب للتنسيق ما بين المنتخبين الأول والأولمبي. الأهرام الزمالك السقوط الأول، صلاح أمين يقود النجوم لأغلى انتصار والعشوائية والاستهتار سلاح الأبيض. الأهرام نجوم المستقبل يوقد الزمالك من أحلامه، صلاح أمين يحبط الأبيض بهدف تاريخي بالتخصص في شباك جنش. المسا الإسماعيلي ينفي هروب مضوي. الشروق المقص هدفنا الفوز على المصري للخروج من كبوتنا. اليوم السابع غربلة في المقاولون العرب استعدادا لطلائع الجيش. يورو سبورت العربية رسميا رونالدو يفوز بجائزة أفضل هدف في أوروبا موسم 2017-2018. سكاي نيوز نيمار وريال مدريد تصريح يكشف الحقيقة. سبورت 360 بوردو يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع تيري هنري. هنبتدي اخبارنا مع البوابه نيوز اللي قالت ان اكد كابتن مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكوره ان هاني ابو رده رئيس مجلس اداره الجبليه لم يحسم ملف مدير المنتخب، وقال كمان عبد الغني ان تعيين محمد صلاح اداري للمنتخب ده امر مؤقت، ومؤكد طبعا ان مجلس الجبليه يحسم ملف مدير المنتخب بعد الانتهاء من مباراه النيجر. الوفد كمان قال ان الاتحاد يحذر المصريين من التعامل مع صفحات وحسابات غير موثقه على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبه لرئيس الاتحاد المهندس هاني ابو ريده وعدد من اعضاء مجلس اداره الاتحاد، وما فيش اي علاقه لرئيس الاتحاد او اي واحد من اعضاء مجلس الاداره بالحسابات دي لانها حسابات مشبوهه ومزوره. كمان قال ان اتحاد الكوره لا يتعامل الا من خلال حسابه الرسمي الموثق في الفيسبوك وفي تويتر وكمان تحت عنوان efa.eg عشان ينشر كل ما يتعلق بنشاطاته وللتعبير طبعا عن مواقفه. واكد الاتحاد المصري لكره القدم ان هو مش مسؤول عن اي صفحات او اي حسابات ثانيه، وبدا بالفعل ان هو يتخذ الاجراءات القانونيه ضدها باعتبارها جريمه يعاقب عليها القانون المصري. وكل اللي سعى ان هو ينشئ او يضيع اي اخبار كاذبه على الحسابات اللي طبعا اتكلمنا عليها دي ونسبها لاتحاد الكره هيتم معاقبته.
كمان في فيتو اتقال اتمسك المكسيكي خافير أجير المدير الفني للمنتخب الوطني بتواجد محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في معسكر الفراعنه قصاد النيجر والمقرر ليها ان شاء الله 3 سبتمبر اللي جاي. ورفض أجيري مقترح الجبليه واكد ان الامور الاداريه ملهاش اي علاقه باحتياجات المنتخب، فضلا طبعا عن ان صلاح بيعد من اهم العناصر اللي تقدر تساهم في فوز الفراعنه وما لا يمكن طبعا الاستغناء عنه، وبيستعد المنتخب لمواجهه النيجر ان شاء الله يوم 8 سبتمبر اللي جاي في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه. البوابه نيوز قالت ان الساعات القليلة اللي جاية هتشهد انفراجة في أزمة محمد صلاح لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي مع اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعد ما تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الأزمة على مدار الساعات اللي فاتت، ونجح وزير الرياضة ان هو يتواصل خلال الفترة اللي فاتت دي من ساعة طبعا بدأت المشكلة مع كل الأطراف واستمع لكل وجهات النظر، وجهة نظر الجبلية واللاعب في كل ما يخص الأزمة. اليوم السابع كمان قالت ان خافير أجيري هيعمل جلسة هو وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي يوم الثلاث النهاردة إن شاء الله عشان يعرف يعمل تنسيق ما بين المنتخبين خلال المرحلة اللي جاية. وحرص شوقي غريب إن هو يعمل اجتماع بأجيري قبل ما يعلن قائمة الفريق الأولمبي اللي بتستعد للسفر لروسيا عشان تقابل المنتخب الروسي يوم 7 سبتمبر اللي جاي ضمن برنامج الإعداد للأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة. وبرضو قال شوقي غريب إن الأولوية هتكون للمنتخب الأول لكرة القدم كل المباريات الرسمية اللي هو يضم فيها اللي هو محتاجه. كمان اليوم السابع قالت ان بدأ علاء نبيل المدير الفني للمقاولين العرب ان هو يعمل اعادة حساباته في تشكيلة فريقه قبل المواجهة الصعبة اللي هتكون قصاد طلائع الجيش المقرر اقامتها ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية على استاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز بعد الخسارة اللي طبعا حصلت قصاد انفي بهدفين مقابل هدف واللي فجرت طبعا براكين الغضب جوه قلعه الذئاب سريعا. كمان اخبار اللي جت العالميه اللي جت عن طريق يورو سبورت، قال يورو سبورت ان الاتحاد الاوروبي اعلن عن فوز كريستيانو رونالدو بجائزه افضل هدف في اوروبا عن موسم 2017-2018 متفوق على نجم مارسيليا ديمتري فاييه والاسباني ايفا نافارو. وبحسب اللي كشفه الاتحاد الاوروبي حصل هدف كريستيانو رونالدو في مرمى اليوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري الابطال على 197,496 صوت بعد ما صوت 346,915 متابع في موقع الاتحاد الأوروبي. كمان سكاي نيوز نفت او قالت ان النجم البرازيلي نيمار نفى التقارير الاعلاميه اللي اتقالت عن قرب مغادرته لباريس سان جيرمان الفرنسي وانتقاله لريال مدريد الاسباني خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. على الاقل ونقلت صحيفه ماركا الاسبانيه عن نيمار ان هو قال بعد ما اتسال عن طرف احد الصحفيين مستقبله هيكون عامل ازاي، فقال ان هو عنده عقد مع باريس سان جيرمان وقال سأبقى في باريس. طبعا في الايام اللي فاتت دي اتقال ان نيمار هيلبس تيشيرت النادي الملكي في الصيف ده بعد ما رحل افضل لاعب في العالم عن النادي الملكي هو كريستيانو رونالدو ورحل اليوفنتوس. وكانت صحيفه سبورت كمان قالت ان الريال مستعد ان هو يقدم عقد بقيمه 300 مليون يورو عشان يقدر يضم البرازيلي نيمار واللي كان انتقل لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو السنه اللي فاتت في اكبر صفقه عرفها او عرفتها كره القدم في التاريخ. كمان سبورت تاكسي و 360 قالت ان نادي بوردو الفرنسي لكره القدم اكد ان هو ما عندوش نيه في التعاقد مع تيري انري لخلافه المدرب جوستافو الموقوف دلوقتي عن العمل من يوم 17 اغسطس كمان. وجرى خلال الايام اللي فاتت تداول اسم طبعا الفرنسي تيري انري لتولي مسؤوليه تدريب بوردو بعد ايقاف مدربه الحالي جوستافو بسبب خلافاته مع الاداره على سياسه الصفقات. واكد نيكولا دوتافيرنو رئيس مجموعه ام 6 الملكه الحاليه لنادي الفرنسي في تصريحات لإذاعة فرانس انفو المحلية ان تياري انري مش في القائمة اللي محطوطة حاليا لتدريب بوردو. مشاهدينا دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونتابع بعد كده ان شاء الله معاكم فقرة السوشيال ميديا الخاصة بنجوم كرة القدم سواء في مصر او في العالم.